مشاهدينا الاعزاء متابعينا الافاضل حفلنا الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين نحييكم ونجدد بكم اللقاء والتحرية مع هذه الانطلاقات المتميزة ومع هذه التحديات الجميلة الصباحية في هذه الاجواء الرائعة. شوط ينتهي وشوط يبدأ من أشواط الخير والبركة. ينطلق شوطنا السابع للحيل والمسافة هي 6 كيلومترات. أسماء متميزة مشاركة ومنطلقة على ظهور الأصايل. ننطلق وإياكم في هذه الرحلة المتميزة والمصاحبة لنا من ضمن هذه الشعارات الجميلة. بداية المراكز والمقدمة أرى شعار منصور بن محمد ضم منصور بن سيف الخيارين من يقدم لنا جمرة على البداية وعلى الانطلاق. الأول النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكي أرى تواجد من قبل قمرية بشعار أحمد بن حسن بن ناصر المهندي على المستوى الثاني. نقلة إلى ثالث المراكز لكي أرى وصول وانطلاقة متميزة من قبل ثالث المراكز. وصول من قبل انتاج عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي على ثالث المراكز. رابع المراكز وصول وانطلاق من قبل مشارف عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على رابع المراكز. بينما خامس المراكز وصول من قبل طاعة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي على خامس المراكز. هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة وللأسماء المشاركة في هذا الانطلاق مع تحديات وتواصل ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. العودة وإياكم حيث الصراع والإبداع إلى المكان العالية لكي أرى شعار الخيارين من يتقدم على البداية وعلى الانطلاق الأول ويقدم لنا جمرة منصور بن محمد بن منصور بن سيف الخيارين على البداية وعلى الانطلاق الأول. النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكي أرى قمرية على المستوى الثاني. أحمد بن حسن بن ناصر يتقدم المهندي على المستوى الثاني. بينما ثالث المراكز وصل الطاعة على المستوى الثالث بشعار سالم بن عامر بن راشد المدهوشي على المستوى الثالث. رابع المراكز من القادم وصلت غند بشعار ناصر بن عبد الله بن احمد المسند على رابع المراكز. خامس المراكز وصول وانطلاق من قبل مشارف عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على المستوى الخامس. هاي النتيجة لهذه الاسماء ولهذه الشعارات الحاضرة والمتواجدة في النداء الثاني مع هذه الانطلاقات الجميلة مع الانطلاقات المبكرة مع حضور هذه الأسماء الجميلة والرنانة. العودة وإياكم إلى البداية وإلى الانطلاق الأول لكي أرى شعار الخيارين من ينطلق على البداية وعلى الانطلاق الأول ويقدم لنا انطلاق الجمرة على البداية. ولكن حصل تغيير من قبل قمرية أحمد بن حسن بن ناصر المهندي من غير إلى البداية وانطلق إلى الصدارة الأولى. المستوى الثاني والنقلة الثانية إلى جمرة بشعار منصور بن محمد بن منصور بن سيف الخيارين على المستوى الثاني. ثالث المراكز وصول من قبل طاعة سالم بن عامر المجهوشي على المستوى الثالث. نقلة إلى رابع المراكز لكي أرى وصول من غند بشعار ناصر بن عبد الله المسند على رابع المراكز شرس المضمرين في عملية التضمير. بينما خامس المراكز وصلت مشارف عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على المستوى الخامس. هاي النتيجة بحضور الأسماء ولكن ما خلف الخمسة. ياهي من شعارات، ياهي من أسماء،
تتقدم للمشاركة، تتقدم للبحث عن الانتصار في أقوى وعت الميادين. إذن مشاهدين متابعين ومحبين هذه الرياضة من خلف الشاشات وعلى الأقمار الصناعية، نعود وإياكم إلى الصراع وإلى الإبداع، إلى هذا الشعار الله يا سلام. انطلقت في هذه اللحظات قمرية أحمد بن حسن بن ناصر المهندي على البداية وعلى الانطلاق الأول، النقلة والدور إلى ثاني. المراكز لكيارة جمرة، منصور بن محمد بن منصور بن سيف الخيارين يأتي لنا بهذه البطلة المتميزة. على المستوى الثاني انطلاقة ثالثة من قبل شعار سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، من يقدم لنا طاعة. رابع المراكز الله 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 الله، وصلت مشارف عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، بينما النقلة إلى خامس. المراكز لكيارا غند ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتقدم الأنيق على خامس المراكز. ها هي النتيجة يا من تتابعون، يا من تشاهدون، بدأ الآن الصراع وبدت المعركة القوية، بدت المعركة الحامية هنا على البداية وعلى الانطلاق الأول. العودة إلى البداية لكيارة قمرية، قمرية على البداية على الانطلاق الأول بهذا الأداء المتميز، بالأداء الرائع والجميل. شعار أحمد بن حسن بن ناصر المهندي على البداية، انطلقت في هذه اللحظات بخيالها، انطلقت بجنونها، انطلقت بهذا الفن الجميل والرائع اللي يا ذكرت انجاز الخاطر زين، يا جعل ما يجري عليها عوايق. ولكن الله يا هذا الوصول، الله يا هذا القدوم. وصلت في هذه اللحظات مشارف عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، يتقدم من مركز إلى مركز، يقدم لنا هذه البطلة التي أتت الآن على البداية على الانطلاق الأول. هذه مشارف، مشارف الآن بدت بالتغيير، انطلقت إلى الصدارة الأولى. وصلوا الكبار، وصلت الشعارات، وصلت الأسماء. طاعة ثانيا وهنا شعار الخيارين، الخيارين ثالثا. ولكن يا أخوان، وهل يخفى القمر، وهل يخفى القمر؟ نعم، إنها مشارف عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، وصيفة سيف مهرجان ولي العهد للمملكة العربية السعودية. الآن تأتي بهذا الإنجاز، تأتي بهذا الإعجاز، تأتي بالبطولات، بالإنجازات الحافلة، بالبطولات المتتالية، تعود لإنجازها، تعود لبطولاتها الحافلة بالإنجازات الكبيرة. مشارف، مشارف أقبلت على المشارف، أقبلت على الانتصار. الخيارين قادم، الخيارين قادم. ولكن مشارف، مشارف يا عبد الهادي، يا عبد الهادي، والله لا هو بعادي ولا هو بهادي. هذا الشعار الذي أتى وسطر هذا الاسم من ذهب. أسعد الله صباحك على هذا الفوز المتميز والجميل. ثاني المراكز كان الوصول من قبل جمرة، منصور بن محمد بن منصور بن سيف الخيارين. ثالث المراكز كان الوصول من قبل نجوم، زايد بن سعيد الخيارين. بينما رابع المراكز كان الانطلاق من قبل طاعة سالم بن عامر المدهوشي. خامس المراكز وصول من قبل انتاج عبد الهادي او عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروه البريدي. بسم الله ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الانطلاق المتميز. رعيه العوايد وصاحبه الانجازات تعود لهذه الانجازات ولهذه البطولات المتميزه. 9 دقائق 42 ثانيه
35 جزء من الثانية، ثانية المراكز وصل الجمرة بشعار منصور بن محمد بن سيف الخيارين. من قدم لنا هذه المتميزة الجميلة في هذه الانطلاقة؟ قاطعة مسافة 6 كيلومترات 9 دقائق 43 ثانية، 19 جزء من الثانية. ثالث المراكز كان الوصول والتواصل من قبل هذا الشعار الذي أتى بحضور إنتاج عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي. إذن مشاهدينا الأعزاء متابعين الأفاضل، تهانينا وألف مبروك لمالك مشارف بانطلاقة